قضايا الشأن العام ومهنة المحاماة ضمن أجندة جدول أعمال المؤتمر السنوي لفرع نقابة المحامين بدار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية. في منطقة الخفة وأنا راجعت فيها النائب العام ليكو موجود أستاذ باسل راجعت فيها وضغط الأطبار أكثر من 4-5 أيام. يا أستاذ إذا كنت عم تقول أنا ما في مسكون وأنا موبايلي مفتوح بالتغنيم الأرقام أستاذ معاذ المؤاخذة منك نحن بعثنا المحامين تبعنا لعند حضرتك وسويتوها مخطئة. شو مخطئة؟ أستاذ لا أستاذ الاسم إذا بدري الأستاذ هي بس يا أستاذ موضوع الحوار على الرقابة الداخلية عندي واستقبلنا أنا مرة ومرتين وشفت نشرت وبحضورة قوي شب كان قلت بلسنين عم يخدم جيش ما قلوا عندي على شهر شهرين لما إجي قعدت هي وياه وبأكدك ما استقبلته وباب مفتوح وسيادة المحامي العام حكى معي واسمها تسجل عندي وسمعت اسمها نحضر دائما نتواصل مع زملائنا المحامين بكل فروعنا نسمع افكارهم وارائهم وشكاويهم واللي قادرين نعالجها غالبا عم تتمحور الامور حول موضوع المواضيع القضائيه عم تتوجه للمحامي العام وللساده القضاة العسكريين ولقادة الشرطه وبتعلق بعمل المحامي اليومي التبليغ والإحضارات والمذكرات وأماكن المحاكم وإلى آخره وقسم الثاني بتعلق بالعمل النقابي آليات عمل النقابي وموارد النقابي ومشاكل النقابي وإلى آخره. في شيء أحيانا بيتطرق للواقع المعيشي الواقع الاقتصادي بالبلد نحن ما يتعلق في اليوم جو إيجابي كتير بوجود السيد المحامي العام أستاذ باسم وقائد الشرطة في مطالب تم تلبيتها فورا نحن على أثناء مناقشتها يعني عدة طلبات تم معالجتها بشكل مباشر والباقي وعدونا أنه إن شاء الله قيد المتابعة. المحامين العامين والقضاة غالبا أو دور المحامي العام بالمحافظة عم يكون محوري بحل المشاكل واللي أنا شفته اليوم باللاذقية موفقين كانوا باختيار أستاذ باسم ل هالمهمة الصعبة بضبط العمل وإرضاء الرأي العام وتلبية المطالب ومعالجتها بشكل حكيم ومنطقي. كل نحن خلصنا قسم هلا من المناقشات ولا باقي قسم النقابي يعني ما يتعلق بالأعمال القضائية والشرطية والضبط العدلية وإلى آخره والقضاء العسكري تم الانتهاء منها وهلا نحن مكملين مع زملائنا لمناقشة الهموم والمشاكل والطموحات النقابية. نحن أول شيء اليوم كل عام بخير للجميع وإن شاء الله بنعاد الخير والصحة والعافية على بلدنا وعلى وطننا سوريا الحبيب. بالنسبة للسادة المحامين اللي عندهم طروحات كل الملاحظات اللي انطرحت كان جديرة بالاهتمام وكان في تعاون منقطع النظير من قائد الشرطة والنيابة العامة العسكرية وأهم شيء السيد المحامي العام ما في جانب إلا تغطى وتسكر وما فينا ننكر أن في أنا كرئيس فرع نقابة المحامين في تعاون منقطع النظير ما بيننا وبين القضاء ورجالات الشرطة والقضاء العسكري في حالات أنا ذكرت اليوم أنه أنا على مدار الساعة بيوم العطلة عم تستجاب الوحدات الشرطية في خلاف شخصي أو مشاكل معينة ضمن الأسرة الواحدة كنقيب محامين وأطراف محامين عم يخبر الشرطة عم يخبر النيابة العامة عم يستجيبوا معنا وما عم ينام المحامي ساعة واحدة بالمغفر. بقية الأمور الجوانب اللي طرحوها هذا المحامي في أمور جديرة بالاهتمام وفي أمور تانية بمحلات تانية للمستقبل كلها بتتعالج والإطار العام ممتاز. وأنا مثل ما حكيت سوريا بلدنا عنا إيمان بها البلد وبها الوطن وبرمز البلاد لازم دائما بإيماننا تصلح كل أمورنا وكل أخطائنا وإن شاء الله ترجع سوريا أحسن مما كانت بإذن الله رب العالمين. طبعا بإطار التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين تم طرح مجموعة من النقاط في هذا الاجتماع وكل النقاط التي أثيرت جديرة بالاهتمام بشكل أو بآخر وستتم معالجتها من خلال التطبيق العملي بهذا الأمر. طبعا
تم توجيه عدة نقاط لكم وتم الرد عليها، قد ايه ضرورة نحن يكون في هذا الجو وهذه المداخلات لحتى نحل بعض المشاكل اللي بيوقع فيها إن كان المحامين وإن كان باقي المتعاملين مع القضاء؟ طبعا هذا الأمر جناحي العدالة، وزارة العدل ونقابة المحامين، وهذا الأمر يتم في إطار خدمة العمل القضائي، السرعة في بدء المنازعات القضائية، المرافعات بشكل صحيح، وصولا للنتيجة القضائية تكون صحيحة في هذا الأمر. تم إسارة مواضيع ما يتعلق بالضابط العدلي وطريقة عمل الشرطة وطريقة إدارة النيابة العامة لهذه الضبوط، وتم توجيه بهذا الأمر ومعالجة هذا الأمر بشكل صحيح، وما أسير من نقاط سيتم معالجته مستقبلا إن شاء الله. حوار تفاعلي ونقاش لتلافي الصعوبات وإيجاد الحلول. صارت طروحات كتير مجدية تعالج واقع المهنة وخاصة مع الجهات المعنية، وكانوا بشكل عام الطلبات كلها مجابة من قبل الجهات المعنية، ومتشكر النقيب المركزي ورئيس فرع نقابة المحامين باللاذقية على الجهد اللي قدموه بهذا المؤتمر. فرصة لطرح كل ما يعيق المحامين أثناء قيامهم بعملهم لتلافي السلبيات واتخاذ إجراءات تصب لمصلحة النقابة. أولا أنا اليوم سعيد بوجودي بالاجتماع لهيئة النقابة المحامين باللاذقية، وكان الحديث جدا شيق. طرحنا المشاكل اللي بيعاني منها كل محامي، وبصراحة لقينا الحلول السريعة وخاصة من قبل قائد الشرطة مشكور اللواء عبدو كرم، وأيضا المشاكل تم طرحها بشكل موضوعي وتم حلها بشكل سريع بصراحة، وإن شاء الله بنأمل أنه تم هذه الإجراءات موجودة خلال السنة. كل الشكر لنقابة المحامين المركزية وللنقيب أيضا الفراس فارس ولنقيبنا المحامين باللاذقية النقيب أيمن شباني على هذا المؤتمر الناجح. نحن قلق بالنسبة إلى محاولة هذا الإمكان، طبعا مشكورين في كثير من المتبرعين اللي قدموا بأشياء عيني القصر العدلي. طبعا أنا من هالمنبر بشكرهم جدا، لو إنه مثل ما إذا كانت الأحكام قضايا يجي بحال من القضاء، ونحن ما عم ناخذ ضريبة ولا عم ناخذ ذمة، عم نحط أمانات عنا وعم نعطيها نفس الوقت. هلا في حالات خاصة جدا، أنا محسن أخذت قيمة تخميني خلال هالشهر. طيب إذا الشخص وضع إشارة حظ احتياطي راحت حقوقي، فيفترض أن تقبل الدعوة وتوضع إشارة الدعوة قبل. يشكل المؤتمر السنوي لفرع نقابة المحامين في اللاذقية محطة هامة للنقد البناء وتلافي السلبيات وتقديم أفكار ورؤى قابلة للتطبيق على أرض الواقع.